مصر يا جماعه ما بتقفش بس عند كره القدم، ده اللي احنا كنا حابين نقوله. لا، ده احنا عندنا ناس متفوقه في كل المجالات، وعندنا ناس يعني بتشرفنا في كل حته، واعتقد يعني الادله دامغه. اعتقد الادله هتكون كمان موجوده معانا على الترابيزه، نتمنى ان احنا نشوفها في الاول قبل حوارنا، نشوفها قد ايه تحس بالفخر وانت قاعد مع بطل مصري شهير في مجال من المجالات، او بطل معروف جدا في كل مجال. الموضوع مش واقف عند كره القدم بس يا امان، رغم انها الكره الشعبيه الاولى، لكن لازم نلتفت انه في العاب تانية مصر قادرة تحقق انجازات فيها، ومنها بطولة كمال الاجسام. يعني لو اتكلمنا عن لعبة كمال الاجسام، الحقيقة انه المصريين عندهم تميز فيها، والدليل اللي احنا بس الجائزة الأول، يعني الجائزة مش واضحة. الجائزة طبعا دي اللي هتوج بيها المنتخب المصري لكمال الاجسام. يا ريت يا جماعة نشوف مع الكاميرا اكتر، نشوف الجائزه، نشوف مع الكاميرا الجائزه، لانه هي دي اللي حاز عليها المنتخب المصري لكمال الاجسام في البطوله اللي اقيمت بالبرازيل من فتره من 12 ل 16 نوفمبر، وده للمره التاسعه على التوالي. يعني مش المرة الأولى، لاعبي المنتخب الوطني حصلوا على 11 ميدالية بالبطولة، 5 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزيات، بعدما توج اللاعبون إسماعيل بندق بذهبية وزن 75 كيلوغرام، أسامة سلامة بذهبية وزن 85 كيلوغرام، أحمد الورداني بذهبية وزن 90 كيلوغرام، وإسلام المصري بذهبية وزن 100 كيلوغرام، وذهبية عطية شعلان وزن فوق 100 كيلوغرام، والفضيات كانت من نصيب سامح أحمد في وزن 69 كيلوغرام، وأحمد الهيتي في وزن 75 كيلوغرام، وشريف زيزو في وزن 85 كيلوغرام. حقهم من أساميهم تتقال، وإن إحنا مظبوط طبعا لازم نقول أساميهم بالاسم طبعا. دول شرفونا في كل مكان. معانا واحد بقى من الأبطال دول، كابتن إسماعيل خالد الشهير طبعا بكابتن بندق. كابتن خالد إسماعيل بندق، يعني مشرفنا كابتن اسماعيل. صباح الخير ومبروك. صباح النور، الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا. اشرح لنا بقى الجائزه الكبيره دي اللي موجوده على الترابيزه للمره التاسعه. يعني ما شاء الله عليك، المنتخب المصري لكمال الاجسام بياخد يعني لقب بطوله العالم في كمال الاجسام. الامر ده يعني شايف انه احنا حاسين بيه كمصريين، وحاسس ان احنا فرحانين بيه، ولا شايف ان هو مش واخد الضوء الكافي؟ مش واخد الضوء الكافي، مش واخد طبعا. كله مركز على الكوره، كله مركز على الكوره، ما فيش اعلام. 9 سنين مصر اول عالم، يعني حاجه كبيره قوي. اول عالم، حاجه كبيره، 9 أول عالم سنين كوار. ترفع علم مصر وبننزل، ما فيش اي حاجه. انا حاسس انك حاسس بالاحباط. انت زعلان؟ طبعا زعلان. يعني طبعا هو طبعا زعلان ان هو لازم ناخد حقنا، يعني تقديره من بلده، يعني حقه طبعا. يعني انا عملت انجاز، عايز حقي بقى. صحيح صحيح. ويمكن بس الصوره مش واضحه شويه، لو زمايلنا اكتر بتقدر كده تبقى باينه اكتر، مع زمايلنا ممكن يجيبوها اكتر. ما شاء الله عليه، يعني اكتر، يعني جايزه مشرفه. لا احنا طبعا يعني متشرفين بيك، وقد ايه انت حققت انجاز كبير جدا جدا، وانجاز لازم نقدرك عليه ونشكرك عليه طبعا. طيب قول لي، احنا كمنتخب مصري مميزين في لعبه كمال الاجسام، مين المنافسين قدامنا يعني في اللعبه دي؟ مين احنا بقى اهم دول العالم اللي كانت بتنافسنا فيها؟ الحمد لله بفضل الله بقى لنا 9 سنين احنا اول العالم. ايوه، مين الدول اللي قدامنا؟ معنا ايران، احنا بنلعب 74 دوله مصر. تمام، كان منافسه. الحمد لله الفريق المصري قوي في اللعبه دي، يعني احنا من اقوى الناس في العالم كسيمتري، كعضلات، كجمال عضلي، كبنيان، من اقوى الناس. طيب احنا شايفين قدامنا، يا ريت تشرح لنا الصوره. يعني معانا يا كابتن اسماعيل، دي البطوله اللي اتلعبت في البرازيل. ده الميزان بتاعي. تمام. ده التتويج اللي هو النتائج، ده اللي خد سادس. ده من دوله ايه؟ ده مش فاكر، مش قادر تفتكر قوي. طب قول لي، الدول غير ايران، ايه الدول البارزه في مجال كمال الاجسام عشان نقول ان احنا نافسناها؟ عندنا ايران، قطر، ليبيا، امريكا، فرنسا، برازيل. كل الدول بتنافس، وكل الدول، لكن السنه دي اللي كانت بتقارن معانا وبتنافس معانا على الميداليات الذهب ايران فعلا. طيب انا قبل كده شفت يعني تقرير واحنا بنتكلم عن الناشئين، يعني عندك حضرتك دي
انا وزميلي احمد الهيتي مصريين والايراني اللي عمل ثالث كده. انا والهيتي، انا واحمد الهيتي مصريين كده. الميداليه الذهب والفضه مصريين. طب معلش يا كابتن اسماعيل، بس هو سؤال يعني، ازاي الواحد ممكن ياخد ذهبيه وازاي الواحد برونزيه والتقييم على ايه؟ بس التقييم التقييم الاول على النشفان. ازاي انا اوصل لمرحله جسمي ما فيهوش نسبه 1% دهون؟ تمام، كله عضلات، كله عضلات. تاني حاجه ده مقياس اجهزه ولا مقياس رؤيه العين؟ رؤيه العين تحكيم. تاني حاجه ازاي السيمتري اللي ربنا مديهولي، الشكل التشريحي بتاع الجسم، الموهبه، شكل ان انت تبص لعضلاتي. ده انت انا لما خدت اول هنا طيب اللحظه دي بقى حسيت بايه؟ يعني احساسك بقى بايه يعني في لحظه ان انت اعلان اسمك بالشكل ده؟ اول عالم حاجه كبيره قوي طبعا، حسيت بفخر هنا في اللحظه دي، اللي هو مستني اخد الكاس طبعا عشان ارفع علم مصر. وقعت احنا طبعا شرفنا معانا يعني الاستاذ سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الاجسام. هيكون لينا واقفه معاه عشان نعرف ايه المشاكل المتعلقه بالاتحاد. انت بتقول لنا يا كابتن اسماعيل انك من فرحتك وانت شايل علم مصر وقعت على الارض. طب طيب انت يعني لما بتتكلم عن مشاكلكم في في الاتحاد، انا كنت شفت قبل كده تقرير كان بيتكلم عن الناشئين قد ايه هم كان عندهم مشاكل ان هم يلاقوا مكان ادمي او مكان ينفع يتضربوا فيه، مع ذلك عندهم اصرار. الاجواء عندنا في مصر في اللعبه دي بتاهل اللاعب ولا هو حبه ليها هو اللي بيخليه يدفعه ان هو يوصل فيها للبطوله؟ ودعم الدكتور عادل لينا هو اللي بيدعمنا ان احنا عايزين نكمل في اللعبه. رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام. تمام. طيب احنا بنتكلم عن بطولة احنا قدرنا ان احنا نحقق فيها انجاز 9 مرات على التوالي، شايف احنا محتاجين ان الناس تقرب من اللعبة دي اكتر ولا دور اعلام ان هو يبرز الابطال في اللعبة دي، ولا الموضوع احتياج يعني اتحاد كمال الاجسام ان هو يهيئ للاعبين فرصة ان هم يتم التسويق ليهم ويتعرفوا ويتشهروا والناس تعرفهم؟ هو بص انا دلوقتي هو اول حاجه دور للاعلام. اعلام رقم واحد، لان انت انا بطل عالم بس الناس قدام، في ناس ممكن تشوفك واحد بتلعب حديد عادي شكلك كبير عامل عضلات ما يعرفكش. الناس ما تعرفكش اصلا، فازاي هيجي لك سبونسر وانت مش معروف وانت مش مشهور؟ يعني ده بيأثر على لازم ابقى معروف كمان. عشان يجي لي سبونسر هسوق حاجه ازاي وانا مش معروف اصلا؟ في تقصير طبعا، لازم في تقصير في الاعلام، في دور الاعلام طبعا. طيب احنا برضو معانا استاذ سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الاجسام. اهلا بيك يا استاذ سامي. اهلا وسهلا، مشرفنا. اهلا وسهلا بيك. شايف الدور بقى اللي عليكم في الاتحاد ايه؟ تقصير من عندنا من الاعلام؟ هل التقصير يعني شايف وجه القصور ايه في ان احنا نروج لابطالنا؟ مش عايز اسميه تقصير يعني، بس انا عايز اسميه يعني نوع، لازم يبقى فيه نوع من انواع العداله في الـ في الـ في التركيز على الرياضات المختلفه. يمكن بس شويه احنا بنحب الكوره برضو واخده فوكس اكتر، وهي لان هي طبعا اللعبه الشعبيه الاولى في مصر، انما الولاد دول اللي عملوا انجازات جامدة جدا ما حدش يقدر يغفل عنها، ويمكن لأول مرة السنة دي هم يحسوا ان هم أبطال عالم. اشمعنى السنة دي؟ ما اعرفش، ربما يكون الانتكاسة بتاعت فريق كورة، ربما يكون ان هو أحسن انتصار في تاريخ كمال الأجسام لأنه 5 ميداليات ذهب دي عمرها ما حصلت. ممكن نقول عليها 6 كمان بالميدالية بتاعت أوفر أول بكابتن عطية شعلان. و3 فضة و2 برونز، طبعا حاجة يعني 13 لاعب من 15 لاعب اللي سافرنا بيهم دخلوا في الست مراكز الأولى على مستوى العالم في كل الأوزان. فده طبعا كان آخر رقم 12 لاعب، كان أعتقد من 3-4 سنين، إنما السنة دي تعتبر أقوى مشاركة للفريق المصري. عشان اللاعب يوصل للكمال في الجزئية دي،
ايه الاجواء اللي لازم تتوفر له؟ اكيد ليه تغذيه معينه، اكيد ليه تدريبات معينه. هل اللاعبين بيبقوا من حبهم للعبه بيبقوا هم حريصين على ده، ولا بتقدروا في الاتحاد ان انتوا توفروا لهم الاجواء والمدربين اللي يقدروا يوجهوهم في الطريق الصحيح؟ والله انا شايف انه الاتحاد بيوفر لهم جزء صغير جدا من الامكانيات اللي هم محتاجينها، وده نتيجه ان احنا يعني جزء في منظومه الدوله، لسه بقى الدوله بتبتدي تبني نفسها في الاتجاه المظبوط. من ساعه ما جه المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه حصل فيه تغيير في الاداء، وهو عمل تقييم للاتحادات اللي هي من ناحيه الانجازات، وقرر ان هو يزود الدعم بتاع اتحاد كمال الاجسام لانه من الاتحادات صاحبه الانجازات، وهو اللي طلب ان هو يقعد مع دكتور عادل رئيس الاتحاد عشان يعيدوا تقييم الدعم تاني. انما بالنسبه للابطال هم طبعا حبهم الشديد هم اللي بيخليهم اكتر حتى يصرفوا من جيبهم، بيصرفوا كمان. طبعا لعبه مكلفه جدا جدا جدا. ازاي مكلفه بقى؟ طيب ده اللي احنا بنتابعه، بس عفوا المقاطعه يا استاذ اسماعيل، اللقطات اللي احنا بنشوفها ده تدويج عدد كبير يمكن من منتخبنا الوطني، ومنهم كمان كابتن اسماعيل بندق من ضمن المكرمين، ان شاء الله هيحصل على الجائزه وهنشوفها ونحاول نتابعها على الهواء كجزء من التكريم لجميع ابطالنا هم بيحصلوا على الميداليات الذهبيه والفضيه وايضا البرونزيه. زي ما قال كابتن سامي بشير ان احنا حصلنا على 13 ميداليه من ال 15 فرد اللي هم سافروا للمكان. طيب ازاي يا كابتن اللعبه مكلفه؟ مكلفه في التغذيه. في التغذيه انت التغذية. اكيد حياتك مختلفه عن حياه اي انسان عادي. ممكن تاكل 6-7 مرات. يعني بتقول لي انا بقى يومك في الاكل بيعمل ايه؟ يعني يوم كده من ايامك بس انت اول وجبتك الطبيعيه بروتين عباره عن لحمه صدور. الكميات سمك بقى. الكميات 350 جرام مثلا صدور فراخ. شوف بقى مثلا هتاكل كم مره في اليوم. 350 في المره الواحده. على مدار اليوم بقى؟ على مدار اليوم ممكن توصل لخمس ست مرات. 350 في 5 اعتقد بحوالي كيلو ونص او 2 كيلو تقريبا. 2 كيلو. 2 كيلو تقريبا. ده من عشان انا وزن انا كده، عشان انا بلعب 75 كيلو. يعني كل ما بتعلى بالوزن كل ما الكميات بتزيد. طب ده من البروتين بس مثلا على سبيل المثال الفراخ واللحم برضو نفس الكميه؟ على حسب. قريبه كميات قريبه. كميات قريبه. طب بالنسبه غير الحاجات اللي انت بتاخدها المكملات الغذائيه اللي هي بتديك نفس قيمه الاكل ده، بس بتدخل على العضلات على طول، ما بتاخدش وقت على بال ما تتهضم. دي حاجات طبيعيه بس بتدخل على المسلز على طول، على العضلات على طول. ايوه الحاجات دي مكلفه برضه. دي المكملات دي اللي هي بنسمع عنها اللي الشباب بياخدوها عشان يبقى عندهم عضلات بتاخدها؟ دي مكملات غذائيه. لا يعني لا، غير اللي بياخدوه الشباب عشان يعمل شكل او شيء. لا غير الحاجات دي ممنوع عليه عشان لازم نفرق. بس لازم نفرق. اتفضل يا استاذ حسين. الناس بقى يعني بيحبوا يروحوا الجيم ويعملوا فورمه الساحه. ايوه بالظبط كده. لا دول بيتعاملوا بالامونيا، حاجات فيها امونيا، دي حاجات بعيده كل البعد. في باودر بتتاخد كمان. الباودر يس. بص حضرتك، هو اساسا المكملات الغذائيه بكل انواعها ممنوع استيرادها من بره، يعني مش بيسمح ان هي تستورد بطريقه رسميه للسوق المحلي. فكل اللي موجود دي حاجات اجتهادات يعني. تمام. هما اللعيبه بيجيبوا الحاجات دي لما بيسافروا بره، بيجيبوا الاستوك بتاعهم، ودي عباره عن مكملات غذائيه مشتقه من البيض واللبن، بس بتركيز عالي جدا. مسموح بيها؟ مسموح بيها طبعا، معتمده من اللجنه الاولمبيه الدوليه. بتركيز عالي جدا بحيث ان هي، بس ده اللي بيستعمله اللعيب اللي هو داخل على بطوله، مش اللي رايح مش الهاوي يعني، او هاوي بمعنى صح يعني، فورم معين او هيلثي لايف ستايل. طيب غير النظام الغذائي، ايه اللي لازم تبعد عنه تماما في حياتك عشان تحافظ على جسمك؟ انت بتبقى يومك كله تمرين، نوم، كله تغذيه. تصحى تفطر تروح تمرينك، تيجي تنام، تقوم تاكل تنام، تقوم تتمرن تاكل تنام. ما ينفعش بقى ولا تخرج في الفتره اللي هي المعسكر اللي قبل. طيب معلش يا كابتن بوندو، انا عندي سؤال سريعا ولازم نجاوبه بسرعه جدا. انت بتصرف منين؟ يعني طول وقتك تمرين حياتك بتعيشها ازاي؟ هل في صرف الاتحاد بيصرف لك مرتب مثلا؟ الجزء اللي بيدوله الوزاره بيبدا يدعم اللعيبه، يوزع على اللعيبه اللي يقدر عليه بالتساوي، واكيد طبعا ده مش هيكفينا،
الباقي ده بقى بيبقى اجتهاد شخصي مني انا. على امل كل التوفيق ليكم طبعا، يعني احنا يعني املنا ان انتوا ترفعوا راسنا تاني، واملنا نقول ان مصر لو بنتكلم على رياضه مصر مش كوره بس، لا في العاب تانيه وفي ابطال تانيين لازم ندعمهم ونشجعهم، ولازم نفرح واحنا بنسمع السلام الوطني يعني بيتم اللحظه دي قد ايه قد ايه ممتعه لاي لاعب. صحيح. ولينا كمصريين لما نسمعها كمان. حسام زكي السفير المصري في البرازيل كان موجود مع البعثه من اول يوم، اللي هو يوم الميزان والدور التمهيدي والدور قبل النهائي والنهائي، وحضر تتويج كل الابطال، وكان اكبر دعم. كلنا سعداء، كلنا سعداء يا استاذ سامي، كلنا سعداء بتكريم ابطالنا، وان شاء الله موفقين في الفترات اللي جايه، واحنا معاكم ان شاء الله ايد بايد، ونبعدكم ان شاء الله احنا نكون معاكم ان شاء الله. لازم نشكركم، لازم نخرج اللي احنا تجاوزنا. بتفضل نقطه سريعه جدا ممكن. لا بس عايز بس ابارك لدكتور عادل، لان هو ما حدش عارف برضه ان هو السنه دي كانت سنه انتخابيه، فهو اعيد انتخابه تاني نائب اول رئيس الاتحاد الدولي والمساعد التنفيذي للدوره الجايه اللي هي 2014 2018. ان شاء الله كل الدعم ليك، وشكرا جزيلا استاذ سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الاجسام، شرفتنا. شكرا جزيلا كابتن اسماعيل خالد الشهير وكابتن بندق، شرفتنا يا كابتن، وفوق راسنا من فوق انت وكل ابطالنا. مبروك يعني ليك. عليك الذهبيه، ويعني نعيش معاكم اللحظه اللي يعني بنحب نسمع اللحظه دي، كلنا نعيشها، لحظة عزف السلام الوطني المصري بعد حصول مصر على بطولة العالم في كمال الأجسام للمرة التاسعة. نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.